تعيد الانتخابات الرئاسية خلط أوراق المشهد السوري داخلياً وخارجياً وسط توقعات لمعارضين سوريين بأن تترك آثاراً سلبية على أي جهود سياسية ترمي إلى إنهاء الحرب. فعلى المستوى الداخلي يشكل اقتصار الانتخابات على مناطق سيطرة النظام إقراراً بواقع الانقسام حيالها، فهناك المعارضة التي رفضت المشاركة فيها تماماً كما فعلت الإدارة الذاتية الكردية، وهو أمر يجعل عدداً كبيراً من السوريين خارج المعادلة الانتخابية. أما خارجياً فيظهر الرفض الدولي الواسع للاعتراف بشرعية الانتخابات السورية بالرغم من كل مساعي النظام وحلفائه لتسويقها باعتبارها خطوة لتجديد شرعية بشار الأسد ونظامه. فالولايات المتحدة ودول غربية أخرى كانت أكدت أنها لن تعترف بنتائج هذه الانتخابات ما لم تتم تحت إشراف الأمم المتحدة ووفق القرار الدولي 2254، وهي ترى في العملية الانتخابية مجرد وسيلة لتسويق الأسد وشرعنة نظامه. الانتخابات التي لا تجرى وفقاً للدستور والتي لا تدار تحت إشراف الأمم المتحدة لن تؤدي إلا إلى نزع الشرعية وتخريب العملية السياسية. لأجل ذلك كله يرى معارضون ومراقبون أن الانتخابات تزيد الانقسام بشأن مشاريع الحل السياسي على الصعيدين الداخلي والدولي، وتضع المزيد من العقبات في طريق أي مفاوضات سياسية، بل وكما يعتقدون قد تسهم في نسف مفاوضات اللجنة الدستورية. لكن النظام وأنصاره يرون في المقابل أن العملية الانتخابية شأن سوري، وأنها ستفرض على العالم التعامل مع الأسد دون غيره، بما يجعل سوريا أقرب إلى الخروج من دوامة العنف والحرب.